السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في حلقة جديدة على قناتكم MTBM. في الحلقة ديال اليوم جايب لكم موضوع خفيف ولكن غادي يكون مفيد بزاف إن شاء الله. في الصفحة ديالي وكذلك في الجروبات ديال فيسبوك كنشوف بزاف ديال الإخوان عندهم مشكلة مع لاباط ديال الدرايور، ما كيعرفوهاش، علاش كتهرس، واش دوريجين ماشي دوريجين، واش يديروها ما يديروهاش، واش تخدم ليه أي وحدة ولا لا إلى آخره. فاليوم غادي نعطيكم بعض المعلومات اللي إن شاء الله غادي تفيدكم وغادي تفهموا لاباط ديال الدرايور علاش كاينه ولاش كطليق وشنو خص الواحد يدير باش ما تخلقش ليه المشاكل المره الجايه. اذا غادي نقربكم من لاباط ديال الدرايور ديالي وغادي نشرح لكم اكثر. اذا الاخوان كيف ما قلت لكم قربوا معايا نشوفوا لاباط ديال الدرايور فين هي اكزاكتومون. دونك كيف ما كتشوفوا كيكون عندنا الكادر ديال البيكالا، ها هو هو هذا، وكيكون عندنا لو شانجمون اولا الدراير. شحال هذا كان الشانجمون كيكون لاصق ديريكتومون في الكادر. انا غنشرح لكم علاش خايبه هذه القضيه هذه بزاف. دابا ولا الشانجمون كيلصق في لاباط ديال الدراير ولاباط ديال الدراير كتلصق في الكادر. شحال هذا المصنعين ديال الدراجات يعني الباهظه الثمن ديال المتسابقين وهذا في السباقات وفي لي كومبيتيسيون كان مثلا كيقد يوقع اللاعب ديالهم يطيح وكتجي الضربه مثلا في الدراير ولا كتجي الضربه في الجهه هذه. فاش كتجي الضربه في الجهه هذه وكيكون الدراير لاصق في الكادر ضروري واحد فيهم غيتهرس، يا اما الكادر من هنا هاد لاباط هذه غادي تعوج غتدخل حيت الضربه قاصحه هنا، يا اما الدراير غيكون اضعف من الكادر والدراير غيتهرس. وباش تبدل الدراير بالزربه في السباق وتكمل كيضيع لك الوقت الى اخره. فلقاو حل اللي هو عبيط جدا، ودائما كيف ما كنقول ديما ابسط الحلول كتكون هي احسنها. فقالوا غادي نلصقوا واحد لابياس اللي مصاوبه من واحد لا ماتير، هي الومنيوم ولكن مصاوبه باش تكون الى جات الضربه في الدراير تهرس هي، الى جات الضربه في الكادر تهرس هي، يعني ديما تهرس هي حيت هي كتبدل بالزربه. وثانيا هي رخيصه، هي عباره عن قطع ديال الالومنيوم ما كتلي يعني ما فيهاش شي تقنيه معقده، ماشي بحال الدرايرات اللي غاليين اللي كاين واصل المليون جوج المليون، والكادر عاوتاني ديال الكربون ولا ديال الالومنيوم حتى هما اللي كيكونوا غاليين. اذا فداروا هاد القطعه هذه، يعني هاد القطعه هذه كانت بدات كتبان في الدراجات باهظه الثمن وسورتو ديال لي كومبيتيسيون والسباقات. حتى هاد لا تكنولوجي بدات كتوصل حتى للبيكالات العاديين ديال لي زاماتور، ودابا ولات تقريبا في اغلب البيكالات هاد القطعه اللي كتسمى لاباط ديال الدراير اولا الدراير هانجر. المهم هذا هو الدور ديالها الاخوان، يعني كلنا بلا شك غادي نفضلوا انه في حاله طاحت البيكاله على هاد الجهه هادي راه كنا غنفضلوا ان التهريسه تجي في لاباط ديال الدراير ولا تجيك في الدراير اللي غالي مثلا اكس تي ولا اكس تي ار ولا سرام جي اكس سرام ايجل الى اخره، ولا تجيك في الكادر. اللهم لاباط ديال الدراير ما غاديش كتساوى 50 درهم 100 درهم الى اخره. هذا من جهه، من جهه اخرى الاخوان هذه كنصيحه، يعني غادي تشري بيكالا فيها الشونجمون لاصق في الكادر غير نسى، حيت سوا يا اما راها باد غام بزاف اولا راها موديل قديم بزاف. وكذلك هذوك البيكالات اللي عندهم الدراير مبروتيجي بحديده، كتلقى حديده هنايا مفيسي بفيس هنا وفيس هنا، واحد الحديده دايره بحال هكا باش الا طاحت البيكالا تجي الضربه في الحديده، هذيك الحديده هي اللي غتزيد تخرج لك على الكادر، يعني انه الا كانت شي ضربه قويه فهذيك الحديده غادي تعوج معها الكادر. فاش غادي تعوج ديك الحديده غتعوج معها الكادر، يعني غتولي خارج على البيكالا وليو باش تصدق نبدل هاد البياسه هادي ولا الدراير بوها. داكور تري بيان. دابا كيفاش الاخوان نتفادى انني مثلا نكون غادي في واحد الخرجه وتهرس ليا لاباط ديال الدراير، حيت مثلا كندير رونديرو كنسوق سوغان اغريسيف الى اخره وتهرست لي لاباط ديال الدراير، راه ما نقد ما نلقاهاش في المغرب، ونبقى واحد شهر ولا شهرين كنتسناها تجيني من برا، ولا نبدا نقلب عليها في الجروبات الى اخره ويبيعها لي بنادم باش ما بغى. يعني الاخوان قبل ما يوقع لي هذا المشكل هذا من الاحسن الواحد يكون عنده ديجا واحد لاباط على الاقل ولا جوج سكور خازنهم في الدار. يعني عندك واحد البيكالا كتريني بها بغيتي تكسبها تضرب بها واحد عام ولا عامين الى اخره، زعما نصيحه
ضروري خذ باط ديال درايور سكور ولا جوج وخليهم عندك في الدار، حيت اون فوا غتهرس لك غتقلب عليها سيغ انترنيت فيسبوك ما غتلقاهاش، غتضطر تكومونديها من الصين ولا من شي موقع اجنبي، ومشيتي واحد شهر ولا شهرين كتسنى في الشيبين، سيرتو مع الديوانه دابا كورونا الى اخره، كلشي ثقيل كلشي كيتعطل. كذلك الاخوان بعض المره هاد لاباط هادي كتعواج، يعني كتضرب شي ضربه اللي ما كتهرسهاش كتعواج، كنوليو نحسو بان البيكالا مثلا فاش كنشد نبدلو لي فيتاس كنبقى نسمعو داك الصداع ديال طك 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 طك، ولا مثلا كتنقز من الفيتاس الصغيره تنقز هادي دوز لهادي كنجيو من مور البيكالا بهاد الطريقه. هادي كيخص الدراير الاخوان يكون اون باراليل مع السلسله، اما الا كانت هاد لاباط عوجه شوفوا هانتا، الا كانت هاد لاباط عوجه راه غادي دير بحال هكا، غتدخل يا اما لداخل يا اما برا، مي غالبا 90% كتدخل لداخل، فاش كتدخل لداخل كيبان لك هاد الدرايور كامل غادي يعوج، كيقد يولي يقيس الدرايور فاش كيتحل كامل في الرايونات وكيتهرس، اولا فاش كيولي يعوج كيولي هو ديما مورك على السلسله دخل عند السنان الاخرين، يعني بعض المرات كتبقى تلاشي فاش كتبيضالي واحد الخويه كدوز ما كتشد لك والو بحال كتضرب في الخبر، عاد كتعاود تحكم اي ان سي دو سويت. دونك هاد لاباط ديال الدرايور راه كتقد تسرح، كاين واحد الاداه سبيسيال باش كتسرحها، ولكن اللي ما عندوش راه كيقد يحيد الدرايور ويجي من موراها يشوفها مزيان واش عوجي، يشد كلامونيت ولا شي حاجه ويسرحها، ولكن احسن حاجه هي انه يبدلها وتكون عندك السكور. اذا الاخوان كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا شي حاجه، وما تنساوش تلايكيو الفيديو لانه ملي كتلايكيو الفيديو راه كيبان للناس اخرين، حيت يوتيوب الفيديو شحال ما كانوا فيه لي لايك كتبروبوزي على ناس اخرين يشوفوه، واذا كانت عزيزه عليكم هاد الرياضه هادي وبغيتو تشجعوها ما تبخلوش علينا بلايك وتشجعونا باشتراك في القناه وتبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم، والى اللقاء في حلقه اخرى.